صباح النور خوش، كنت نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، بصحة جيدة إن شاء الله. مهم، فيديو جديد، نهار جديد إن شاء الله. الفيديو ديالنا اليوم غتكون شي حاجة أخرى إن شاء الله، شي فيديو اللي غيكون مزيان. ورجعوا لي بزاف ديال لي ميساج، وهو أصلا خاصو هداك الفيديو يدار. الفيديو بالنسبة للفيتاس ديال السكانيا هادي، اللي شحال محدوا لي على هاد الكاميو اللي عندي أنا. بالنسبة ليا هاد السكانيا هادي، نعرفوا الفيتاس ديالها وداكشي. المهم اليوم غادي نوريكم الفيتاس ديالها مزيان، وغادي نكون غادي شي طريق غنوريكم الروفلاج فين خاصو يلعب فين خاصو ما يلعبش. هادي المهم، انا دابا ان شاء الله يلا غادي نديماري وغادي نشط الطريق. وقلت علاش لا ما نديرش لكم هاد الفيديو باش الناس تشوفوا تستافد. هادي اللي عندي انا باش تعرفوا شنو هي. هادي عندي انا سيزيام وجيفي، سيزيام ونص، سيزيام ونصوصة. المهم عنده واحد الطريقه حتى هي ديال الفيتاسات ديولها، حيت دابا كل رموك مثلا كتقول سكانيا كتختلف. واخا سكانيا كاين اللي فيها ويشيام وكاين اللي فيها سيزيام والجيفي، كيف ما هادي. هادي اللي عندي انا سيزيام والجيفي، فهمتوني، هادي عندي سيزيام والجيفي. المهم انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش ديال هاد سكانيا هادي اللي عندي، كيفاش تبدل الفيتاس ديالها، كيفاش كلشي. نوريكم المهم باللي ديطاي اللي قداش غادي نصور، غادي نصور في الطريق. راكم عارفين ايد شاده وايد هادي، راه ما يمكنش في التليفون امشوني كيفاش. المهم الحاجه اللي غادي نعرفها انا راه غنبينها لكم، وغتخليكم معايا في هذا الفيديو كامل قبل ما نشد ان شاء الله الطريق. غادي تشوفوا معايا هذا الفيديو ان شاء الله كامل. المهم الشاحنه ديالتي هي هادي، الباص اللي واقف شويه تشوف معنا يسري. المهم واقف هذا الله يسهل معايا كما كتشوفوا معنا. الشاحنه ديالتي هي هادي كما كتشوفوا معايا، هي هادي اللي ورا اللور هنايا. راه الا صبحنا مع هاد العطله صبحنا ناعسين. يلا كيجي الدعاء غادي ندير معاه باش نزيد الناس اللي هنا راه غادي تشوفنا. المهم الحمد لله كاميو هو هذا كما كتشوفوا معايا خوش. دابا داس امارس باش غادي صافي نطلع البرد كلشي. ايوا باش نشدو الطريق ان شاء الله، وديك الساعه غادي نوريكم الحمد لله كلشي معايا. ما عرفتش ما الشمس واش كنبان لكم مزيان ولا لا. المهم كاميو هذا اللي واقف في النهايه، الناس اللي ما تعرفوش. المهم اخوش اللي ما بان مخلول هو هذا. المهم ان شاء الله خليكم معايا في هذا الفيديو ان شاء الله كامل، وغنوريكم كلشي اللي فيه مع الطريق. والله يكون معنا الخوت. دابا غنمشيو نشدو الطريق، كاميو ديالنا هو هذا. نزلنا دابا من القهوة ان شاء الله نشدو الطريق ديالنا. السلام للجميع. كما كتشوفوا معايا الخوت، دابا انا غادي شاد الطريق باش نشرح لكم الفيتاسات، ولكن ما عنديش باش غادي نعاون باش غنبقى نشرح لكم بالفيتاس، غندوز بالواحد بالواحد. مي غادي تشوفوا معايا، شو ديما الروفلاج يكون في المنطقة الخضراء. هادي راه اي واحد ندوز يلاه كي البيرمي حداوي على الناس يلاه كتعلم الله يحسن لهم. ديما المنطقة الخضراء، شوف انا ماشي انا دابا غادي بشحال، غادي بالسانكيام ونص، غادي بالسانكيام ونص. المهم تما نوقف وغنوريكم البواطا كيفاش، غنخلي كاميو اماش وغنوريكم كيفاش، ونقول لكم علاش الكاميو كيف خاصو يبقى اماش باش دوز الفيتاسات هو اماش، فهمتوني كيفاش. كما كتشوفوا معايا شوف دابا راه غادي، ها هو دابا في العشرة ياك. دابا مثلا طاح لي الروفلاج، طاح انا مطيح دابا النص، ولكن ما طيحش المهم غير مطيح لانكاسا لتحت، ولكن ما مطيحوش بلومبرياج، حيت النص يطلع بلومبرياج تيهبط بلومبرياج لما كاين حتى شي واحد، سمعتيني. المهم انا غادي نخليه غادي يطيح للمنطقه الصفراء، ما غندوز لا فيتاس لا والو، اوتوماتيكمون غيبقى لكم الكاميو الروفلاج ديالو طلع. علاش غنحيد النص؟ انا غنحيد لي النص ديالو، النص غادي نحيده. شوف شوف الروفلاج كيطيح، شوف راه كيطيح الروفلاج، راه كيطيح، راه كيطيح، راه في المنطقه الصفراء. شنو غندير؟ غندخل لومبرياج انتوما شوف رجلي لومبرياج انا وكسيري، شوف شنو دار الروفلاج، ها هو رجع لبلاصتو. هاد لي هادي النص كيفاش كيلعب، فهمتوني كيفاش. دابا طيحت ليه نص، انا غادي نزيد نص واخا ما عنديش كيفاش غادي نشد ليكم. انا وراك دابا على لانكاس، انا غادي نزيد. شوف دابا الكاميو غيبدا يروفلي شويه، اشنو غادي ندير ليه؟ انا زدت النص، انا غادي نورك على لومبرياج. ها الكاميو طاح ليه الروفلاج ديالو، شتي طاح العشرة قد قد. هذا هو كيفاش كتعامل مع النص. بالنسبه للفيتاسات غنوريكم فيتاسات ديال هادي النيش بالضبط كي دايرين، ها هي التدويزه كيفاش. ديما تشعر من الريجيم ديالك، ما تخليش يطيح المنطقه الصفراء وما تخليش يطلع المنطقه الصفراء، حيت طلع ياكل مازوط طاح ياكل مازوط، خاصك ديما تبقى غادي محافظ به.
هذا هو كيفاش دوزت فيتاسات. وشي حاجه راه اللي ساهله زعما، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه بالنسبه للفيتاسات. حنا بغينا نديرو غير فيديو بسيط وصافي، وغادي نوقف ونصور لكم كيفاش دوزت بالفيتاس بالفيتاس كاميو امارش. حيت ضروري خص يكون امارش، نقول لكم علاش خصو ضروري يكون امارش باش دوز فيتاسات. المهم خليكم معايا. المهم الخوش كما قلت لكم غادي نوريكم كيفاش دوز الفيتاسات لدير الموك. انا غادي نوقع انا بحقه واقف وغنوريكم، ولكن ضروري واحد الحاجه اخرى، كاميو ضروري خاص يكون امارش. حيت علاش؟ حيت البواطه ديال الكاميو ماشي ديال الطوموبيل. بالنسبه للناس اللي باغا تعلم ضروري يكون امارش. شوفوا البرد معايا فين، كاميو امارش سو ضروري يكون، ها مش عارفه امارش ضروري خاصو يكون. علاش خاصو يكون امارش؟ حيت البواطه ديال الكاميو تكرفسها. وحاجه اخرى ثاني غنوريكم ثاني واحد الحاجه اخرى، الا كان امارش لومبريه شدوز عادي. شو كيما شفتوا معايا، الا ما كانش امارش الكاميو لومبرياج راه ماشي يدوش. شتو راك عليه ما تيدوش، والفران تيعصى ماشي تا هو ماشي باش الكسيراتور حاجه نورمال عاديه. واحد الحاجه اخرى ثاني غنخليها لكم في بالكم، عمرك الكاميو علاش غندوزو الفيتاس، عمرك الكاميو ما تخلي الفيتاس راكب اون بريز، الفيتاس خليه دايز وتسكت الكاميو. حيت سكتيه غادي الكاميو ملي غيمشي منه البرد راه ما غاديش يبقى يديماريك الكاميو، واخا غادي انت غاديماريلو ولكن اشنو غادي يدير؟ ما يقبلش، غادي يسكت حيت هو اصلا غادي يكون عنده داك الفيتاس ديالو دايز. وخاصك ضروري تجيب كاميو اخر يكون عنده البرد طالع ويشد هذوك شقولوا ليه تي هذوك الفيكسيبلات ديال البرد، يديرهم عندك انت باش يديماري لك الكاميو ديالك. حيت علاش؟ حيت كيكون دايز عندك فيتاس راه خاصك تعمر القراعي ديال البرد، هذا مشكل. عمرك الكاميو ما تخليه الفيتاس ديالو راكب وتسكت جامي، ما تخليش ديما كاميو يبقى با مور ماشي بحال الطوموبيل تقول نخلي لي الفيتاس زعما باش يشد في شي هبطه ولا شي حاجه. لا، ما عندكش اخويا تيشد لك شي ريكل داك الشيء ديالك، دير فرانا ما ديالك، نقدر ندير كالات نقلب على شي حجره ولا شي قرطه ولا شي حاجه خشيت تحت الكاميو. اما واش غتقول لي غنخلي الكاميو غتخليه بالفيتاس؟ جامي هذيك. المهم هاد القضيه غادي ندوزوها باش ما نكثرش عليكم بزاف. انا دابا طلعت الفوله هنا باش تشوفوا، دابا الكاميو ضروري خصو يكون امارش، ودابا الكاميو راه امارش عندي انايا. كنديروا كالومبرياج، غنشرح لكم بعد البواطه هي الاولى. البواطه اللي عندي انايا كما كتشوفوا معايا، عندي الدوزيام القدام، عندي تروازيام لور، عندي بروميير لور، شفتوا عندي سانكيام القدام، سيزيام تاهي لور كما كتشوفوا معايا، كاتريام تاهي لور. المهم نقسم لكم انا بغيت نفهم نفهم. المهم الخوش كما شفتوا معايا مشاريان القدام، انا غنشرحها لكم. نشد بحال ما هكا الفيتاس ديال الكاميو، نجي لهنا لومبرياج نورك هاك، والكاميو دارو يكون امارش. هاهي غدوز زعما تسمعوها، هاهي داس شي مارشاريان، دابا الكاميو مارشاريان. شفتو انا ندوزو دابا بامور، هاو دابا رجع بامور عادي حيت رجع لومبرياج الكاميو مغيفدفد موال. بالنسبة الكاميو بروميير، هاهي بروميير ديالو ديما لومبرياج. عندك تسحب راسك ماشي وراكش لومبرياج غدخل فيتاس سبحان الله. شوف نجر هاكا نجر لور، هاهي داس بحال ما هكايا. شوفوا معايا انا غادي ندير دابا بروميير، بروميير لومبرياج كامله لومبرياج ونجر لور. فهمتوني؟ دابا هو ما عندوش القدام، شتي البواطه ديالو كيف دايره، جر لور. دوزيام ثاني كالعاده القدام، تروازيام لور بلاتي ملي غنبغي ندوز، ملي غنبغي ندوز كاتريام حيت هذا هي سيزيام كيفرق. دابا في التروازيام، في التروازيام كيفرق، كنجي لهنايا الميلتيبلي ديالو شفتوا هاهي. بالنسبه للسكانير 420 بي عقلوا عليها مزيان، كاين اللي عنده هنا الصدفه، كاين اللي عنده هنا واحد الصدفه هنا، هذيك لا هذيك كتكون في الويتيام، هذه تقدر تاهو تكون في شي واحد فيهم. ها انتوما شو غاسمع تش غاطلع الميلتيبلي، ها سمع شو دير، ها دابا كاتريام، ها كنجرب بلاص الجيم دوزيام، ها انا جريت دابا الجيم دوزيام، هاي دابا داز كاتريام صافي كالعاده. سانكيام القدام، سيزيام قد اللور صافي، هذه راه هي هذه البلان ديالها، وهذه شكون طالع هاد الغليقه شاف هي اللي كتفرق. هاي هاي انا غنهبط، اما في جسات صغار انا نطلع في جسات كبار، هذه من حد جانب نصوصه هما هادو. هذه غايقول لك شي واحد شحال من حاجه باللي هذه اشنا هي ولا هذه شنا شنو كتعني ولا شي حاجه. خويا هذا هو النص، ها دابا النص اشنا هو، ها انا دفعت دوزيام ياك، كندفع دوزيام كندير ها لانغاس طلعت، دابا طلعت دوزيام اونس، دابا دوزيام اونس شفتو صافي كالعاده. كدوز ثاني ثاني بحال ما هكا، ندير ثاني مارشا ندير ثاني كاتر تروازيام بحال ما هكايا صافي، ركب ثاني النص كالعاده. اشنا هو هذاك النص؟
هذاك النص اخويا كيعاونك في الشارج، غايقول لي النص شنو سيعني خويا؟ النص تيعاونك في الشارج ديالك، مثلا الكاميون اللي كيكون غادي مشارجي كيعاونك عليه. علاش؟ كتكون مثلا طالع فواحد الطليعه اللي قاصحه، مثلا حنايا غادي مثلا كطريام ياك، الكاميون كيقول لك اسيدي حولني للطروازيام ياك، طلع شويه قاصحه فهمتو، اللي كتكون شويه قاصحه كتحل لي ديك الساعه غير نصيص وكتبع لك سيرات وتيطلع يشري. مثلا كانت ثاني شي هبايطه ثاني بحال ما هكايا، غادي مثلا 5 ولا 6 كي مثلا غادي 5 كيقول جر لي 6، علاش غنجر لي 6 انايا؟ غادي نعطيه ثاني واحد نصيص ندخل له. عاد تشوفوا النص كيفاش كيدخل، ها شوفوا معايا، شوفوا معايا النص كيفاش كيدخل. النص كندير هاك، الان قاصاي طلعات كنجي لومبرياج كندير هاك صافي كيطلع النص. عاد نطلع لومبرياج كسيراتور ما كنبدلش الفيتاس، شوف معايا مزيان النص، النص راه ما تبدلش فيه الفيتاس، النص راه ها الان قاصك دير له هاك صافي تبدا غادي. كيف ما قلت لكم الخوش النص راه ساهل فهمتوني كيفاش، عاك تورك على لانكاس تدخل لومبرياج حيد رجلك صافي، مش من لا فيتاس لا والو في النص، النص راه ماشي تمنش فيه الفيتاس. الفيتاس الا كان غادي يركب مثلا تروازيام ولا بروميير ولا سانكيام ولا سيزيام، اشنو كندير؟ كندير هذيك البلان ديال لومبرياج، كنحرك فيتاس ربي، كنحرك الفيتاس، كنحرك الفيتاس فملي كنبغي نركب فيتاس كنحاول نركب الفيتاس. اما في النص ما كيتحركش الفيتاس، كيت لانكاس كندير لها هكا. دابا راه طالعين صوصه، دابا هاك راهم هابطين الملتيبلي، هايا شوف شو هاي كطلع هكا كتهبط هكا. دابا راه هذوك الفيتاسات الصغار لتحت، فيتاسات كبار الفوق، شي حاجه اللي ساهله الانسان ما يعمرش راه ما يحمقش راسو بزاف فهمتوا. هذا فيديو درت لكم بسيط بالنسبه للروفليج كما كتشوفوا معايا. دابا ها هو طايح للخمسه حيت انا واقف. دابا ملي كنكون غادي خاصو يكون انا نكسر واحد شويه باش يبان لكم، خاصو يكون طالع هنايا شو بحال ما هكا غادي بهذا الروفلاج بحال هكا فيتاس، ما تخافش صافي راك غادي نورمال. روفله هنايا خاصك تكسر الكاميو حيت بزاف باش واقف. دابا ملي دابا ملي كيحق لك لهنايا قبل ما يقرب السفره صافي ركب فيتاس ولا ركب نصيص ديالك، هذاك الشيء راه ساهل بحال ما راه ما يخلعكمش شي واحد بشي حاجه يبدا يقول لك طاطا ولا هو راه فاوت مع الطونوبيل عاب شويه شي واحد الحاجه رموك والله الا سهل من الطونوبيل. راه بنادم تيخلع كيغي يخلع بنادم مارشاريان طاطا برطاطا، هادي مارشاريان نساها عليك انت، خاصك اش تعرف تعرف الكاميو كيفاش دور معاه كيفاش هادي كيفاش تبدل الفيتاسات كيفاش قدام، حيت المارشاريان كتبقى حاجه بحدها بنادم راه غالط. دابا كاين اللي كيبقى يقلب باغي هو المارشاريان، وانت تعلم لي عرف العبارات ديال الكاميو من الاولين، عرف كيفاش تحول الفيتاس كيفاش تركب النص كيفاش تعامل مثلا هاد الكاميو. حيت دابا كاين نقول لكم واحد الحاجه، بحال الكاميو اللي كان عندي الاول سكانيا الاولى معايا كانت عندي فيها الميلتيبلو وفيها ويتيان، فيها بحال بحال الطونوبيل، فيها بروميير دوزيام كاطريام سانكيام نورمال. علاش بحال بحال الطونوبيل؟ عندنا بروميير قدام، هذه هي اللي بغيت نعني بها انايا صافي. كتورك ثاني على كانت عندها اوكي الملتيبلي كتورك عليه صافي كتجر ثاني كالعاده ثاني عندها ثاني سانكيام ثاني القدام بحال في بلاصه بروميير بلاصه سيزيام حتى هي في بلاصه دوزيام سهله هذيك حتى هي. ملي كتبغي طيح ثاني في جاسك طيح ملتيبلي. حاجه اخرى ثاني الكاميو الا كان غادي جاري، اسمع معايا مزيان هذه الفكره ورويها معايا مزيان وتصنت ليها مزيان. الكاميو الا كان غادي جاري وبانتك مثلا شي بلاصه مثلا عرفتي راسك غدور معايا، قلتي مثلا غنطيح الفيتاسات ارا انا غادي نصافي نخلي الكاميو بامور ارا نطيح ملتيبلي، فايتو طونسيون الكاميو يكون غادي داير جاري اكثر من هذيك اكثر من هذوك الفيتاسات الصغار طيح الملتيبلي. عرفتي شناهي؟ غضرب شي حاجه في البواطه كون على يقين تام، خاصك ما تطيح الملتيبلي حتى تحس بالكاميو فشل ولا عند الفيتاسات الصغار ماشي عند الفيتاسات الكبار. فهمني شنو بغيت نقول لك، فهمتيني كيفاش؟ ديما نطيح هاد الملتيبلي. ها هي انا اللي دويش عليها، هادي كما كتشوفوا معايا كتكون هي غادا طالعه هكا، ولكن انت جاي جاري وكتقول انا غادي ندور هنا في جاسات صغير كتطيح انت هاد الكاميو. شنو كان غادي تسمع باق؟ هادي راه كتسمع في الكاميوات، الناس اللي عارفين هادشي كتسمع باق بالجد، هاديك باق اللي كتسمع هنايا بالجد ديال الملتيبلي هاديك اشنا هي؟ هاديك راه الفيتاسات باقيين دايزين كبار، فهمتيني كيفاش؟ انت طيحتي بحال الكاميو بحال طيح بحال كبيتي عليه الماء بارد، فهمتي ولا لا؟ هو سخون كبيتي عليه الماء بارد، خاصو تينقص من السرعه ديالته عاد باش عندك حق طيح الملتيبلي. الا كنتي مثلا غادي تدور في شي دويره ولا عندك مثلا شي دودان ولا شي حاجه خلي الكاميو تينقص عاد طيح الملتيبلي. الملتيبلي ما تزربش عليها حيت الملتيبلي راه فهمتي عندها علاقه بالبواطه، فهمتيني كيفاش؟ خرج على الكاميو تكرفسي، هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. المهم نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر، ما نكثرش عليكم بزاف، واي جديد اي حاجه كنتوصل بها فهمتيني كيفاش تخلى لي شي ميساج حاجه راه كنديرو في بالي وكنعاود انا كندرسو هذاك الشيء وكندير لكم فيديوهات ولا تعطلت عليكم ولا شي حاجه الله يحسن العون كما كيقولوا
حيت الوقت راه ما تيسلكش ما تيرحمش. فهمتوني كيفاش؟ الفيديو باش نديرو انايا في سبيل الله، هادشي اللي تنديرو باش نهضر معكم واقعي، باش كنديرو انا في سبيل الله رحمه الوالدين، حاجه اللي تنعرف راه نديرها، الحاجه اللي ما تنعرفهاش راه ما تنديرهاش، تنسول عليها. انا راه راسي صغير ماشي راسي كبير، نقول لك انا راني حرايفي، هذيك الكلمه راه ما عنديش معنى ديال حرايفي، حيت اللي حرايفي هو اللي صنعو، هو دوك الناس الواعرين اللي صنعو، اما اللي صاقوا راه صنعو شرجعوا عليه قداه حاجات المادي. المهم هذا من جانب. المهم كما شفتوا معايا الخوش، ما تنساوش تابوناو في القناه باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. اللي باغي يشوف شي حاجه ولا شي حاجه مرحبا به، خلي لي كومونتير راه ماشي مشكل، انا كنقرا الكومونتيرات ديال اي واحد، وفهمتوني كيفاش، اي حاجه يخلي لي واحد كومونتير نشرحها ليه، وان شاء الله وما يكون الخير، والله يسهل للجميع، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر كما وعدتكم الخوش، والله يسهل للجميع. المهم هاد العلاقه ديال البواطه وهادشي راه ساهله، راه هي هادشي اللي وريتكم دابا، ما كاينش حاجه اللي كتخلع، ماشي تبقى غادي تشوف في الفيديو نتايا وهو غادي كيقلب، حتى علاش غادي تبقى تشوف فيه حتى يقلب؟ ترى شوفها شويه، راه شويه من بزاف تكون فيه استفاده راه مزيان والله الا. المهم الخوت نخليكم في هذا الفيديو تفرجوا فيه ان شاء الله كامل، هذا الفيديو ان شاء الله غادي نساليه هنايا، عفوا غنساليه هنايا، نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر، والله يسهل للجميع.